وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم فاضل يقول: توفيت والدتي تغمد الله برحمته، اللهم آمين، فأنشأت لها مجموعة على الواتس، جمعت فيها 30 شخصا من زملائي لأجل أن يقرأ كل واحد منهم جزءا واحدا من القرآن، وأي منهم ينتهي من قراءة الجزء الذي كلف به يكتب اسمه انتهى من قراءته حتى تنتهي الختمة، ثم نهدي ثواب الختمة لولدتي، فهل عملي هذا صائب؟ أفيدونا بارك الله فيكم ونفع بكم ورحم والدكم، اللهم آمين وإياكم. إن من المقرر شرعا أن تلاوة القرآن عبادة، ومن المقرر شرعا أن العبادة الأصل فيها الحظر والمنع حتى يدل الدليل على الإباحة والجواز، ومن المقرر شرعا أيضا أن العبادة لها شرطان: الإخلاص والمتابعة. دليل الأولى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ودليل الثانية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الآية. ومن المقرر شرعا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها وحذرها من كل ما يضرها، وأن الفلاح والنجاح باتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة عند مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى كل هذه الأصول التي ذكرناها والمقررة شرعا، ومما تأصل شرعا أيضا أن مشروعية الشيء في أصله لا تدل على مشروعيته في وصفه، تنزيل هذه القاعدة أن القرآن وتلاوته مأذون بها شرعا، لكن لكي يكون على هذا الوصف بهذا الجمع من الناس فهذا من البدع، والنبي حذر من البدع، فقال عليه الصلاة والسلام: كما عند النسائي وأحمد: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والاجتماع لعمل ختم القرآن في سواء كان في بيت الميت أو عبر هذه الوسائل في حسابات الواتساب أو إلى غير ذلك كما في هذا السؤال، فإن هذا من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشرع والتي يجب الحذر منها. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك خلفه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه من أهلهم ووالديهم والناس أجمعين، ومع ذلك لم يجتمعوا له ولم يفعلوا مثل هذه الأشياء ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومات في عهده حمزة رضي الله عنه وأرضاه عمه وأخوه من الرضاعة، وماتت خديجة رضي الله عنه وأرضاها، وماتت بنياته خلف وأبناؤه خلف فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يفعل ذلك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والقاعدة الأصولية: فما تركه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع فإن تركه هو الواجب. أيها الكرام الفضلاء، وهذه قاعدة أصولية معمول بها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك هذا الفعل مع أنه وجود المقتضي لذلك، وجود المقتضي لذلك، فهذا يدل على أنه بدعة، فإذا فعله الناس بعد ذلك فهذا يدل على أن هذا الفعل بدعة. عملا بهذه القاعدة ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي وعدم المانع فإن فعله بدعة. وعليه أيها الكرام الفضلاء، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له.
وهذا حديث صحيح منيف أيها الكرام الفضلاء، يبين ما ينتفع به الميت بعد موته. فالزموا ما ورد واتركوا البدع، وفق الله إياكم لكل خير. أيضا هذا من حديث أبي هريرة في الصحيح، ومن حديث أنس: سبع يجري أجرها للعبد وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو كرى نهرا أو حافر بئرا أو غرس نقلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له. هذا أخرجه البزار وابن حبان في المجروحين والبيهقي في شعب الإيمان، وهذا لفظ واللفظ له. وصح العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وقال حسن لغيره: فالزموا ما ورد رعاكم الله واتركوا ما كان بدعة. رحم الله آبانا وأماتنا وأصحاب الحقوق علينا، ورحم الله أمك وجعل مثواها جنات النعيم. اللهم ارحم أبي وأخي عمي جماعة المسلمين، الله طاعتك فضل رزقني بالرأي رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ليلة الأربعاء لأربع عشر خلونا من ربيع الآخر لعام 44 و400 ألف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.